عندي حمص باللحمه الضاني المفرومه او المتقطعه او البرنواز يعني، هو بلحمه ضاني وبس. يبقى عندي طحينه وتوم مفروم، عصير ليمون، ملح، زيت زيتون، لحمه مفرومه، عندي توم وبصل، زيت زيتون برضو، ملح وفلفل وبهارات، زنجبيل او جنزبيل، بصل ده مع ده؟ ما جيبش بصل ما اعرفش. حقك على هنعمله، انا اجيب بصل وهجيب بصل. دبس رمان ومكسرات، هات لي يا ابني شوية بصل يا ابني. عامة خليك من غير ما تتعب نفسك، انا عندي بصل تاني على النار اهو، نخليه يقرمش براحته. خليها تعمل اللي هي عايزاه، واحنا ما بنخافش. هنزل باللحمه بتاعتي، نعصقها ونبقى ايه، نيجي هنا على الحمص بتاعي. اهم حاجة عندي الليمون والخل الكتير اهو، وروحوا في الخل بيبيض ماشي كده، ونديله ايه بلندر. شوية فلفل اسمر، شوية ملح، وهنا شوية ملح. نعمل له ستوب وننزل الحيطان حله كده، نديله سام ووتر هم. عايزه بوريه خالص مطحون، حبة زيت، ونقلب. حبة طحينة، ريحة جميلة وحلوة حلوة، حبة خل صغيرين كمان. نقلب كده، بنغرف الحمص بنعمل بقرة.